نصابة قليل جهد وما عنيش وكارين وظروفنا يعلم بها عن ربي. وصدقني من الكورونا الاولى الذوق سهولي جمعه، الناس كلنا رانا مادام نطلع من الاربعه متاع الليل ومن ماضي ساعه ونسمع الكلام الخايب ونسمع الكلمه المشومه ونسمع كفر الربي اللي لقت في خبزه لاولادي، وانا امراه مريضه عندي القلب والماء والناس كلها تعرف. زاده هما اللي الداخل راهم هانم في الدفان، احنا هانا منا للي وين يحولونا نتحولوا زاده، ورانا كان مشنا زواوله رانا ما نزحموش، كان عنا رانا ما نزحموش. هما زاده هانم لاباس عليه. هان منصبين خذينا لهمش حاجه نحن، كيماش يقدوا المرشي يعرفوا ناس الزواوله واللي كانوا ناصبين في المرشي القديم الكل، والمقيدين يحطوهم في المرشي وما فما حتى شيء. وانتم تو مقيدين انه مش تاخذوا بلايص ان شاء الله بعد ما يوسعوا المرشي؟ ان شاء الله هذوكم هما نحن القدم قايدين. خويا نحن عنا 20 سنه رانا فيه المرشي هذاك. اعطاهونا خو سي كمال مرجين. مش هو شويره. ونحنا زيدة ما عندناش وين ننصبوا، قالوا لنا ابعدوا مش نبنوا، هانا خلينا لهم، قلنا لهم ابنوا على روح، نحبوا النظافة ونحبوا ناس تبني، أما زيدة يحسبونا في النصب. عندنا نحنا القدم مقيدين، المعتمد يعرف، المعتمدة الأولى تعرف، رئيسة البلدية تعرف، كلهم يعرفوا، أما نحنا رانا مانيش نزاحموا فيهم، ما عندنا فاش نبيعوا، عندنا برويتة، أنا بالله عندي أربعة صغار، كعبة بريك وكعبة حمص، يعيشوا سبعة في العيلة، يعيشوا. يشروا المرابة قدوة بثمانين ألف هكا شي عملوا هذا زيادة. رانا نحن ظروفنا يعلم بينا كالربي، ليلة الثلج والمطر نهارين نقسم بالله الواحد العادي نجم يتنفس من ماضي ساعة. نحن رانا نخدموا هنا على دقلة ويعلم بينا كالربي. أما زيادة راهو خافوا الناس ربي زيادة جماعة الكريسي، كي يمشوا ماش يقضوا شور، المواطن مش يتحمل إنسان يقضي شور، يحلوا الباب يقولوا أخويا تفضل، يسمعوا على الأقل أمواه يسمعوا، ما همش يسمعوا هما فينا، ما عندناش نحنا حق. الزوالي راهو ديما قاعد تحت السقي، ما ثماش راهو كذب عليك من يقولك الزوالي هزوا معاه، لا دولة ولا رؤساء ولا ناس الجد ولا أحزاب ولا حتى حد. أنا راني ما نخافش، الخوف إلا من ربي، وما يقص لي قرجومتي إلا الله، والحاجته باش يضربني يجي يضربني عادي راه. أما راهم الزواولة ما أخذوش حقهم لا في النصبة لا في شهريات لا في حتى شيء، في حتى شيء ما خذينا حقنا في شيء. زاد يعاونوا اللي عنده ستة صغار، يعاونوا اللي مريض، الكاري أنا كاري كي جيني الكاري كاري أنا كاري عندي أربعة صغار والأم والبون طيشوهم كاري. أما لكن خويا منين مش خلص الكرا والماء والذوقي ما نخدمش ما نلقيش، أنا مرأة مريضة هاهم عليهم الطاق والله النصابة الكل ماضي ساعة مبات غات الأربعة نتاع الصباح. نحنا ناس نخو كان عنا تلقاش يدينا هكا تلقاش هذاك، عنا برويتا نحنا ما عنا شيء. خويا نحنا مش نزاحموا فيهم، وربي يجيب القسم لكل حد، ونحبوا تونس بكلها بخير، ونحبوا الشعب اللي قاعد على الكرسي ويدور به الكرسي على اليمين وعلى اليسار، الا راهم منتخبوا اكش الزوالي اكل مزمر اكل اللي ما عندوش. ونحنا زاده يا سيد معتمد يعرف والمدام ليلى تعرف، واحنا رانا معاهم ماناش ضد لا في البني لا في حتى شيء. اما عنا بلايصه زاده يقولنا بلايصه وننصب، واحنا رانا مش ضد حتى شيء، وماذا بينا ان شاء الله تونس كلها بخير، وان شاء الله الامه الاسلاميه كلها بخير. اما القاعدين على الكراسي ما يهمش في الزوال، ما يهموش والله. هو يمشي المواطن اللي لاباس عليه ياخذ ب 100,000 الحمل، نايا حتى كعبه كركاس ما لقيتهاش لاولادي باش ناكلها، بك وحليب بعد شهرين باش ناخذ بك وحليب لاولادي. يا اخي ندرقوا نحن في حين السمش بالغربال، اللي شد رئيس يخدم المواطن الصغير، اللي شد معتمد يخدم المواطن الصغير، يخدم الزوالي، اللي شد كرسي بصفه عامه، مش شد كرسي شوفير يحسب روحه مش هنا. يا خويا راهو الخوف الا من ربي، راهي العباد ماتت بالشر، ماتت. انا عندي ثلاثه بنات خارجين من القرايه، ما همش يقروا، ما لقيتش باش نكون لهم القرايه نتاعهم، باش نعمل لهم الوتيدات، باش نشري له سبادري، باش نعمل له حاجه. زاد انتم مش هو اللي هذا يدور وقاعد غادي وما يهمه فيه حتى شيء، يقعد على الكرسي المرأة تخدم وكل شيء يجي وحتى شيء.